قالت واشنطن إن لديها معلومات بشأن سعي روسيا لتنظيم استفتاء لضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وأشار السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن هذه المعلومات تظهر عزم روسيا القيام بما وصفه بفبركة استفتاء يسمح لها باتخاذ هذه الخطوة. يأتي هذا وسط تقارير عن تحركات روسية لفرض استخدام الروبل وتغيير شبكات الإنترنت في المناطق التي تسيطر عليها. فما مصداقية هذه الاتهامات؟ وهل تلقى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا مصير القرن؟ وما ردة الفعل الغربية في حال أقدمت موسكو على ذلك؟ تقول الولايات المتحدة إن لديها معلومات ذات مصداقية عالية عن اقتراب إجراء روسيا استفتاء لضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في أوكرانيا. الاستفتاء وفق واشنطن سينظم منتصف الشهر الجاري. وقال السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن لدى موسكو خطة مماثلة في مقاطعة خرسون الجنوبية. المسؤول الأمريكي حذر من أن استفتاءات مزورة مماثلة وفق تعبيره وعمليات تصويت مفبركة لن تعد شرعية. عمليا أعلن حاكم منطقة لوغانسك الانفصالية في 27 من مارس الماضي أن منطقته قد تنظم استفتاء على الانضمام إلى روسيا. وفي خيرسون بدأ استخدام الروبل الروسي كعملة رسمية منذ مطلع الشهر الحالي. وحولت روسيا مسار حركة الإنترنت في المقاطعة الجنوبية لتمر عبر بنيتها التحتية للاتصالات. قبل فترة وجيزة حذر الكرملين من أن الدعم الغربي لكييف سيؤدي إلى تفتيت أوكرانيا إلى دول عدة. وإذا جمعنا كل هذه المؤشرات نصل لخلاصة مفادها بأن خريطة أوكرانيا مقبلة على تغيير بحكم الأمر الواقع. للنقاش نرحب بضيفينا من موسكو الكاتب الباحث السياسي يفجيني سيدروف، ومن مدينة سياتل في ولاية واشنطن المستشارة السابقة للرئيس أوباما لوري واتكينز. أهلا بكما سيدة واتكينز. أبدأ معك، يعني ما الذي يمنع موسكو أصلا من القيام بهذا الاستفتاء حتى وإن كان هناك هذه الاتهامات بأنها يعني بأن الاستفتاء مفبرك؟ مساء الخير لك ولمشاهديك وشكرا لاستضافتي. هذا طبعا التهديد الأكبر، وهذا ما كان بوتين يشدد عليه وما رأيناه منذ 2014، وهذا مشابه لما حدث في ضم القرم في 2014. هذا ما سيحاول أن يفعله، وخلق هذا الاستفتاء ووضع سياسيين يدعمون موسكو ويدعمون الكرملين، وسيدعمهم هو أيضا ليحاول تغيير بنية الحكومة أو الحكومات الموضوعة في تلك المدن والمقاطعات التي يسيطر عليها. هذا ما يحدث حين يأتي هؤلاء الزعماء ويسقطون الحكومات ويسقطون الدول، وهو يفعل هذا جزءا بجزء. ولكن المثير للاهتمام بالنسبة لي، فهو يقول على الملأ بأن هذا رد على الغرب، ولكن وأنهم إذا استمروا في دعم أوكرانيا من خلال الدعم العسكري والإجراءات الأخرى فهذا ما سيحدث، سأقسم وأكسر أوكرانيا. وكما سألت في الأول، فهل هذا سيغير الخريطة؟ وجوابي نعم، لأنه إذا نجح في وضع هؤلاء السياسيين واستطاعوا أن يسقطوا تلك الحكومات محلية وخلق هذه الحملة الدعائية، وإذا نجحوا وآمل أن لا ينجحوا فسيضع أصدقائه والموثوق بهم فقط، وسيكون هناك مشكلة أكبر. ولكن الشعب الأوكراني حكماء ويعرفون ما يحدث، وسيستمرون في القتال من أجل بلدهم وسيادتهم. سيد سيدروف، واشنطن ترى أن هذا الاستفتاء سيكون مفبرك وغير شرعي ولا يعكس الرغبة الحقيقية لهذه الشعوب. أيضا وسائل إعلام عدة تتحدث أن هناك رفض شعبي لهذا التغيير حتى لاستخدام الروبل في هذا النطاق من أوكرانيا. نعم، تحياتي لك ولسادة المشاهدين.
أولا ملاحظة صغيرة، أن إسقاط الحكومات، العبارة التي وردت الآن من قبل ضيف أو ضيفة لبرنامجكم، أعتقد أنها ليس من تخصص روسيا، وإنما تخصص بين القوسين طبعا الولايات المتحدة، التي يعني شهدت تاريخ أمثلة عديدة على قيامها بمثل هذه الخطوة في مختلف أجزاء العالم. ثانيا، أنا أعتقد بأن الحديث عن الاستفتاء الآن سابق لأوانه، وربما سوف يستأنف أو يتجدد هذا الحديث حينما تتضح الأمور بشأن التطورات على الأرض في بعض مناطق، بما في ذلك طبعا منطقة دونباس حيث تستمر المعارك، وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عما سوف تؤدي إليه هذه التطورات في القريب العاجل. على أي حال، أنا لا أعتقد بأن هذه الخطوة إن اتخذت فإنها لم تكن محسوبة من قبل موسكو، التي تدرك تماما أن مثلا ضم يعني منطقة ما أو إقليم ما، ناهيك عن الحديث عن ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، سوف يزيد من أعباء روسيا الاقتصادية، لأن روسيا طبعا ستكون مضطرة في هذه الحالة للتمويل وتحمل نفقات باهظة على هذه المناطق كلها. وبالتالي الآن لا يمكن الحديث عن هذا الاحتمال إلا كفرضية. ما رأيك في سيد وايتكنز، يعني كما أشار السيد يفجيني أن إسقاط الحكومات ليس من اختصاص موسكو، التاريخ يشهد أن ذلك مرتبط باسم واشنطن، والتاريخ ليس البعيد بل القريب. سأتفق مع السيد سيدروف، ولكن ليست خبرة روسيا بإسقاط الحكومات، وأعتقد بأنهم لو فعلوا ذلك فهذا سيكون سيئا لروسيا، سيكون سيئا لبوتين إذا قرر ذلك. مرة أخرى أقول إن هذه معلومات لدى المخابرات الأمريكية وشاركتها مع المجتمع الدولي حتى تستبق الحملة الدعائية المضللة والتي يعرفونها والتي ستبدأ في انتشار وفي منتصف مايو، إذا ربما بعد أسبوع أو أسبوعين، وسنرى تلك الحملة إذا حدثت حقا. ولكن من الممكن لو أنه استطاع أن يحصل على أجزاء من المنطقة، وهذا ما قاله منذ البداية، حيث إن استراتيجيته الشاملة هو أن بوتين يحاول أن يحصل على أي شيء يمكن الحصول عليه. هو لا يكترث بالتكاليف على شعبه، هو متعطش للأراضي، وما يحاول أن يفعله هو الحصول على قطع من هنا وهناك قبل أن يوقف. ولهذا فإنني دائما أطرح السؤال وعلى المجتمع الدولي، كيف يمكن أو إلى متى يمكن إطالة هذا الموضوع؟ فيمكن أن يطول لسنوات، وإذا كانت المفاوضات متوقفة وجامدة ولم تنجح. ولكن كما رأيتم الولايات المتحدة تستمر دائما في إرسال المسؤولين الأمريكيين، ورئيسة مجلس النواب كانت هناك، المسؤولون ووزير الدفاع ووزير الخارجية لإظهار الدعم لأوكرانيا بأننا لن نتخلى عنهم وسندعمهم عسكريا، وهذا وأيضا من خلال العقوبات ومكافحة حملات التضليل الدعائية قبل أن تبدأ. سيد سيدروف، وهنا السؤال يعني يأتي، هل سيكون ضم دونباس هو سقف الطموح الروسي في ظل هذه التحديات؟ يعني بنظرة أكثر قربا وفهما لطريقة تفكير القيادة الروسية، يعني هل سيكون ذلك مرضيا أن تكون دونباس قربانا لإنهاء الحرب؟ أنا لا أتوقع هذا التطور بشكل سريع جدا، لأنه لو أرادت موسكو أن تقوم بهذه الخطوة لفعلت ذلك قبل بداية العملية العسكرية، بالتزامن مع مثلا الاعتراف باستقلال هاتين الجمهوريتين. الخطوة التالية آنذاك كانت منطقية من ربما منظور موسكو وبعض الأطراف الأخرى المؤيدة لها، إذا اعترفت موسكو مثلا أو ضمت روسيا هذه هاتين الجمهوريتين، مثل ما يعني يمكننا أن نتذكر الآن ما حدث في جورجيا عام 2008،
روسيا لم تقدم آنذاك على ضم جمهوريتين أو إقليمي انفصاليين هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بل اكتفت بالاعتراف باستقلالهما، ولم يتطلب الأمر من موسكو أن تذهب إلى أبعد من ذلك. أعتقد أنه طبعا لا يمكن المقارنة بين ما كانت في جورجيا وبين ما يجري الآن في أوكرانيا، ولكن مع ذلك أنا أمتنع الآن عن يعني تأكيد بأن هذه الخطوة سوف تقوم بها موسكو بشكل لكن نحن لا نسألك يعني يعني بصفتك لمفر يعني ممثل منها رسميا بل يعني كمحلل وباحث سياسي. سيد سيدروف، هنا لك الحرية في طرح وجهة نظرك وإن كانت ليست دقيقة 100% بالطبع. لا، أنا كمحلل سياسي يمكنني أن لا أتوقع الآن وفي الوقت قريب جدا مثل هذه الخطوة، لأنه أكرر مرة أخرى، لو كانت موسكو تنوي القيام بهذه الخطوة لفعلت ذلك منذ زمن يعني، وليس الآن وقبل بدء العملية. الآن هذه الخطوة تأتي ربما لتعقد نوعا ما الأمور فيما يتعلق باضطرار موسكو لتحمل نفقات باهظة لهذين الإقليمين أو هاتين طيب. الجمهوريتين في حالة انضمامهما إلى روسيا الاتحادية، لديك وهذا الأمر تعليق لابد أن يكون محسوبا. سيدة واتكنز، استمعتك تتداخلين مع السيد يفجيني. فقط بسرعة، إذا استطعت الرد على السيد سيدروف، فأقول بأن موسكو لم تكن في أي موقف منذ بداية هذا الاشتباك وهذا العدوان والحرب العدائية التي قام بها بوتين ضد أوكرانيا. لا، هم ليسوا في موقف لفعل ذلك. أظن بأنهم في فوضى، إنهم يخسرون عسكريا، يخسرون القوافل، ويخسرون استراتيجيا. لقد رأينا ذلك، كلنا رأينا ذلك. بوتين تفاجأ وغضب بأنه لم يحقق النجاح الذي كان يتوقعه كما كان يأمل، ورأينا مع وضعه لهذا الجنرال الجديد على رأس العملية، رأيناه مثلا، رأينا العديد العديد من الروس وأمهات الروسيات اللائي يبكين على أبنائهن الضحايا، وبوتين لم يكن يكترث بهم. لقد رأى ذلك بأم عينيه. روسيا ليست في أي موقف لبدء هذا، ولم تكن في موقف لبدء هذا، وهم الآن لا أعتقد بأنهم سينجحون. لكن في دقيقة يعني سيدة واتكنز، يعني كنت أود أن أسألك، يعني هل الدعم العسكري هدفه الغربي طبعا ومن واشنطن تحديدا كييف لمنع ضم أي أجزاء من أراضيها، أم أن يعني يمكن أن تقدم دونباس في النهاية لإنهاء هذه الحرب؟ هل سيستمر الدعم حتى في شرق وجنوب أوكرانيا؟ باختصار في دقيقة إذا سمحتي سيدة واسكنز. نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدعم، ولكن أعتقد بأن الولايات المتحدة ستستمر في الدعم عسكريا، والهدف هو لإضعاف بوتين وإضعاف جيشه وإضعاف اقتصاده وقدرته على تمويل أي نشاطات، سواء كانت هجمات سيبرانية أو حرب غير تقليدية، لوقفه ولردعه، وهذا ما ستستمر الولايات المتحدة في فعله من خلال يعني تحديات عسكرية سيد سيدروف، وأيضا عقوبات اقتصادية متزايدة. يعني لا يمكن إنكار أن هناك ضغط كبير على موسكو جراء هذه العملية العسكرية. هل يمكن أن تخرج موسكو في ظل هذه العقوبات الاقتصادية من أوكرانيا دون ضم أي جزء من أوكرانيا؟ أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر وهذا الشرط سيكون ضروريا، لأنه إذا تمكنت هاتان الجمهوريتان دونيتسك ولوغانسك من تثبيت أقدامهما في هذه المناطق التي يجري الآن القتال فيهما، فلا شك أنهم ستحاولان أن تتصرفا بشكل مستقل، طبعا بدعم قوي من موسكو عسكريا واقتصاديا وماليا وإلى آخره، ولكن دون أن يقع ربما في تبعية كاملة لروسيا، بل على النقيض أعتقد بأنهما سوف يحاولان أن يبحثا عن الشركاء
شركاء في الخارج طبعا للاعتماد عليهما مستقبلا لتطوير ربما قدراتهما الدفاعية والاقتصادية والتجارية. هذا المخرج أيضا أو هذا السيناريو أيضا يبدو منطقيا، وفرص حدوثه لا أعتقد بأنها مختلفة بشكل جوهري عن فرص ضم هاتين الجمهوريتين إلى روسيا الاتحادية. أشكرك سيد يفغيني سيدروف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو، وشكر للوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس أوباما من سياتل في واشنطن. شكرا لكم على مشاركتنا هذا الحوار.